توصيات الاجتماع الثاني للتحالف الدولي والمنعقد في أمريكا بحضور 68 دولة يتعهد بتكثيف الجهود الميدانية والسياسية والمالية لمكافحة تنظيم الدولة والقضاء عليه. الآن بانوراما اليوم مع عماد الدين بالعيد. طيب الله أوقاتكم أعزائي المتابعين، بانوراما اليوم في حلقة جديدة والتي سنتحدث فيها عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، والذي كان من ضمن المشاركين فيه وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني طاهر سيالة. بداية نشاهد هذا التقرير ثم نعود. الاجتماع الموسع كشف الستار عن السياسة الأمريكية تجاه تنظيم الدولة، والذي بات ينحسر بتزايد العمليات العسكرية الأمريكية ضده في سوريا والعراق، بحسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إذ أوضح أن بلاده ستزيد الضغط على تنظيمي الدولة والقاعدة. وكان تيلرسون أشار إلى ليبيا، إذ قال إن تنظيم الدولة ليس له أي وجود واضح خارج العراق وسوريا سوى وجوده في سرت، حيث استطاعت حكومة الوفاق أن تقضي عليه. استعانت حكومة الوفاق الوطنية الليبية بقواتها وقضت على تنظيم الدولة في سرت، هذه المنطقة الوحيدة خارج العراق والشام. سعداء بوجود ممثلين عن حكومة الوفاق معنا اليوم. يبقى القضاء على التنظيم في ليبيا يحتاج لدعم دولي، جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المفوض محمد سيالة خلال مؤتمر واشنطن، والتي لفت فيها إلى أن خطر التنظيم لا يزال قائما من خلال إعادة ترتيب صفوف بعض عناصره في ليبيا أو بوجود خلاياه النائمة، مشددا على ضرورة استمرار الدعم على مستوى العمليات العسكرية وتطوير وبناء قدرات المؤسسات الأمنية. يأتي ذلك في وقت تتضح فيه معالم إرادة الولايات المتحدة في إنهاء وجود التنظيمات المتطرفة، حيث كشفت جريدة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تدشن قاعدة عسكرية لطائرات دون طيار في مدينة أغاديس بالنيجر بقيمة 50 مليون دولار لمراقبة الأوضاع في جنوب ليبيا، والذي يعد الجزء الأكبر مساحة والأكثر فراغا في البلاد، مما يجعله الأنسب لعناصر التنظيم الفارين من سرت. ونقلت نيويورك تايمز عن الجنرال دونالد سيبولدوغ الذي يشرف على قوات العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا قوله إن الولايات المتحدة ستتمكن من استمرار الضغط على تنظيم الدولة لمنعهم من إعادة التجمع، مضيفا أن عناصر التنظيم يبحثون عن الفجوات والثغرات والبدء من جديد لإنشاء موطئ قدم لهم في ليبيا. إذا اجتماع التحالف الدولي الذي حضره 68 دولة في واشنطن، والذي كان من ضمن الحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني طاهر السيالة. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو جمال عبد المطلب المحلل السياسي، أهلا بك. أهلا وسهلا. كذلك معي عبد السلام الراجحي رئيس مركز استرلاب للدراسات، أهلا بك. كذلك معي عبر سكايب حافظ الغويل محلل سياسي، أهلا بك. مرحبا. ولكن أبدأ معك عبد السلام الراجحي والحديث عن مشاركة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني طاهر سيالة في هذا الاجتماع الذي يطلق عليه اجتماع دحر داعش، في رأيك ما مدى أهمية هذه المشاركة الآن، وهل هذا يدل على أن هذا التحالف يعتبر حكومة الوفاق هي الشريك المحلي في محاربة التنظيم كما حصل في سرت؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين وضيوف الكرام. أعتقد أن الولايات المتحدة خصوصا يعني تعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شريكا ليس من هذا الاجتماع، يعني من أول ما يعني أخذت الطلب والإذن من رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشن عمليات جوية على عناصر تنظيم الدولة في مدينة سرت لمساندة قوات البنيان المرصوص. الحقيقة اللي ساعدت كثير حقيقة من في نجاح هذه العملية، لما نقول احنا حدود 500 غارة جوية من اقوى جهاز او اقوى سلاح جو في العالم
يساند قوات البنين والصوص لو كان أثر إيجابي وسريع حتى في حسم المعركة. 500 هدف ليس بالهين أن تقصف في مدينة سرت، يعني كما نعلم مدينة سرت مدينة كبيرة زي مدينة طرابلس ولا زي بنغازي، لكن عندما تقصف 500 هدف كان لي أثر جيد وإيجابي. والحقيقة أعتقد أن حتى مشاركة السيد وزير الخارجية لا كان أثار إيجابية، حتى الكلمة كانت كلمة حقيقة معبرة وكانت كلمة في المستوى المطلوب، أنا أثني عليها حقيقة، الكلمة كانت جيدة. ولكن مع هذا يعني أعتقد أن هناك يعني بطء من حكومة السراج في تنفيذ يعني في استمراريتها في مكافحة الإرهاب. طيب. خصوصا فيما يخص إنشاء جهاز مكافحة الإرهاب، صح سموه له رئيس حتى الآن لا نعرف من هو حسب لم يعلن عليه بشكل رسمي كما أشار السيد طارق سيرة، لكن يجب أن يكون هناك دعم لي وميزانية ويكون لي اختصاصات وتكون لي لائحة داخلية، يعني هذه الأمور مفروض لها شهور يعني. طيب. في اليوم الآن أذهب لجماعة مطلب، في رأيك إلى أي مدى سيذهب التحالف الدولي لدعم حكومة الوفاق الوطني؟ شهدنا ما قامت به القوات الجوية الأمريكية في سرت، هل والآن هناك حديث على أن هناك بعض الجيوب في الجنوب الليبي وفي الصحراء الليبية، هل تتوقع أن يستمر هذا الدعم لحكومة الوفاق؟ نعم، هو إحنا اليوم في الحلقة في عن مسألة هذا المؤتمر الكبير واللي مركز عليه مسألة داعش والدور الليبي في هذا الموضوع، باعتبار قامت قوات البنيان المرصوص وتحت إشراف حكومة الوفاق بدور لفت نظر العالم، أجهزة الاستخبارات، ونحن في عصر الأقمار الصناعية يعني غير فكرة كثير من الساسة والخبراء في العالم عن ما يقال عن مسألة أن ليبيا إرهاب وإلى آخره في منطقة الغرب. وبالتالي أعتقد أن زيارة السيد سيالة كممثل لحكومة الوفاق، وهو شخصية معروفة كان مسؤول كبير في النظام السابق وعنده مقيم هو من الناحية الأوروبية، خبير في الشؤون الأوروبية، الطليان يعرفوه كويس، والطليان معناها الحلفاء. أعتقد مثل ما قال الأستاذ عبد السلام، أنا أضم صوتي لصوته في يعني بالنسبة لمسألة، هناك رأيين في سيناريوهين في تقديري. تقدير الأول أن ما زال الغرب، الرسائل كلها الغرب ما زال يرى أنه لا بديل عن حكومة الوفاق هذه، وأن مجرد تغييرها وكذا سيسبب مشكلة وإرباك ونقاشات، وبالتالي ممكن يعملها نوع من الدعم والنقد وكذا ويستمر في دعمها. وفي سيناريو ثاني عادة تاريخيا في تاريخ الإدارة الأمريكية دائما لابد يحترمون هم الخطوط الاستراتيجية للإدارات السابقة، ولكن دائما هم يعيدوا تقييم الأمر. يعني زيارة الوفد الليبي كلمة أداء، طبعا هم يعني مطلعين، وزير خارجية الولايات المتحدة عند مستشارين أمنيين وسياسيين وحاطين له الموضوع الزبدة على الطاولة. وأعتقد أنهم هناي يعيدوا في التقييم من جديد، واستراتيجية أعلن ترامب أعلن وفريقة أن الأولوية هي محاربة الإرهاب بشكل عام وداعش بشكل حول أختم في نقطة أختم في نقطتين هذه المشاركة متاعي، نقطتين. هم الآن الأمريكان عندهم تاريخ في مسألة أضرب عدوك خارج الديار، استخدموها حتى في الحرب العالمية الثانية، جاءوا لأوروبا هم يعني ولهذا أشاروا للقاعدة وأجهز عليهم قبل أن يلتقطوا أنفاسهم. طيب. حول إدارة ترامب تحديدا نذهب للسيد حافظ الغويل عبر سكايب من واشنطن، إذن هل هناك فوارق بين الاجتماع الأول للتحالف وهذا الاجتماع الذي يعقد الآن في واشنطن في ظل الإدارة الجديدة للبيت الأبيض؟ دائما هناك تفرقة، ولكن اليوم بالذات أو هذا المؤتمر كان فرصة لإدارة ترامب أن تعلن للعالم كما قال السكرتيري ريك أن الهدف الأول لها في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط هو محاربة داعش، وكما قال وزير الخارجية احنا لا نريد أن نقلل من أهمية داعش ولكننا نريد القضاء عليه. وكان التركيز المؤتمر الأساسي هو محاربة داعش
في سوريا والعراق، ولذلك كان الخطاب الرسمي الآخر في المؤتمر هو لرئيس الوزراء العراقي. وهناك تفكير جدي طبعا في حال العالم بما فيها واشنطن، أنه حتى بعد هزيمة داعش في العراق في الموصل مثلا الآن، ومحاولتهم أيضا حصار الرقعة في سوريا، أنهم متخوفين ماذا سيحدث في هذه المناطق بعد ذلك. ليبيا أهمتها جانبية حقيقة، أنهم يعتقدوا أنهم قضوا على سيطرة داعش على الأرض، ولكنهم يعرفوا أنهم لم ينتهوا من داعش في ليبيا، وأنها انتشرت في مناطق أخرى في الأراضي الليبية. فالهدف الأساسي هو محاولتين حقيقة. أولا التركيز على محاربة داعش في المنطقة العربية، وثانيا كانت زي ما قال وزير الخارجية أنه يطلب من العالم أن يشاركوا بالأموال والجنود لمحاربة داعش ولمحاولة السيطرة على الأماكن التي تهزم منها. ولذلك تحدث اليوم على 2 مليار دولار من هذا الغرض، وطالب الدول الموجودة أن تقدم أو تعرض ما تستطيع أن تفعله. فليبيا حقيقة يعني كانت موضوعها في خضم حكاية محاربة داعش، ولكن التركيز لم يكن عليها. طيب في الحالة الليبية تحديدا سيد حافظ، الولايات المتحدة شاركت في عمليات البنيان المرصوص في سرت بتوفير الغطاء الجوي، ولكن التصريحات حتى في داخل حكومة الوفاق تؤكد أن التنظيم لم ينتهي في ليبيا وهناك جيوب في الجنوب. هل تتوقع أن سيكون هناك دور أكبر للتحالف لتقديم الدعم الجوي أو اللوجستي أو الاستخباراتي لحكومة الوفاق لمحاربة هذا التنظيم؟ طبعا كلها على حسب الظروف. لو داعش أظهرت نفسها في منطقة جغرافية معينة كما فعلت في سرت فيمكن قصفها جويا، ولكن أنا لا أعتقد أنهم سيعيدوا نفس الخبرة متاعهم في سرت، وأنا أعتقد أنهم سيندسوا ويدوبوا داخل التجمعات السكانية. ولذلك ستجد أن ما هو أهم هو المساعدة الاستخبارية، خصوصا في ليبيا والتي ليس لها جهاز أمن أو مخابرات، فمحتاجة إلى هذا التأييد طبعا. ولكن المشكلة الأساسية يا أخي أنه هو التعامل مع داعش أمنيا فقط وعسكريا فقط لن يأتي بنتيجة. يعني العالم من 2001 وهو يحارب مثلا القاعدة عسكريا، ولكنه لم يستطع أن يقضي عليه. والآن داعش هذه ظاهرة دولية، ومن الواضح أن لها تأثير على الشباب وعلى الفكر الناس في العالم. لذلك تجد مئات من الشباب المسلمين في أوروبا والمولدين في أوروبا يتجهوا إلى سوريا والعراق للمحاربة مع داعش. فيعني هذه تعكس أن هذه الظاهرة ظاهرة عميقة وفكرية وعقائدية، ويجب في الأساس مواجهتها على هذا المستوى. التركيز عليها عسكريا يأتي ضمن محاربتها، ولكنه لا يجب أن يكون هو الأداة الوحيدة لمواجهتها. أعود لك عبد السلام الراجح. إذن وزير الخارجية الأمريكي تحدث أننا نناشد جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وذكر تحديد الأطراف الأمنية بأن تخضع للمظلة الرئاسي من أجل إيجاد نطاق أو إطار لمحاربة تنظيم الدولة بشكل أكثر تنظيما. في رأيك إلى من يوجه هذه الرسالة الآن؟ أستاذ عماد، حتى يعني تعقيبا على الأستاذ حافظ، أعتقد الأستاذ حافظ ما ذكره مهم جدا فيما يخص أنه لا يوجد حتى الآن مراكز
بحوث خاصة ببحث لماذا هذا الشباب الليبي انضم لهذه الجماعة، لماذا أو هذا التنظيم شباب الإسلام؟ لا خليتوا إحنا الحالة الليبية يعني الحالة الليبية يجب أن تدرس. لحد الآن ما فيش مركز لا يعني خاص أو مؤسسة مجتمع مدني أو حتى حكومة لدراسة الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية. لابد هؤلاء تدرس، لابد يدرسوا هذه الحالات، لابد تعرض على أخصائيين نفسيين واجتماعيين حتى يعني نجد حل لهذه المشكلة ونجد يعني نوع من الضربة الاستباقية أو الوقائية. يعني جميع هذه المشاكل، هذا مشكل فكري يجب أن يعالج بالفكر جزء منه. لماذا ليش إحنا لا نعالجه في آخر القضية يعني لين ولد واحد شاب ليبي في الأخير نقتلوه أو نقبضوا عليه؟ لا إحنا ليش ما نعالجوش قبل ما يتورط في هذا التنظيم؟ لابد تدرس. للأسف أنا أتمنى يعني إذا كان طيب. المجلس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني أن يعني ينشئ مركزا متخصصا يعني في دراسة طيب حول سؤالي تحديدا الآن عندما يطالب وزير الخارجية الأمريكي بأن تكون الأطراف أكثر توحدا في ليبيا من أجل محاربة تنظيم الدولة سواء عسكريا أو فكريا كما ذكرت، هل هذا غير متوفر الآن في ظل تلك المعارضات والتكتلات العسكرية الموجودة في بعض مناطق البلاد والتي ترفض حتى الآن الاتفاق السياسي ومخرجاته ومن أهمها طبعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؟ طبعا نعرف احنا هناك قوة عسكرية يعني لا بأس بها في المنطقة الشرقية غير معترفة بحكومة الوفاق الوطني، ولا حتى في هناك يعني تواصل أو تنسيق بينها وبين القوة في الغرب الليبي والجنوب الغربي. هذه القوة التي تعمل هناك لا نعرف يعني ما هي استراتيجيتها، يجب أن تكون توحد استراتيجية. أيضا يعني قوة تطلع أرطال تطلع من عناصر تنظيم الدولة من بنغازي أو من درنة وتصل حتى الجنوب الليبي أو مدينة سرت لعدم وجود هناك تنسيق. هذا أحد المشاكل التي تواجه عملية مكافحة الإرهاب، أن المنطقة الشرقية لا توجد عليه أي سيطرة عسكرية أو حتى يعني حتى مدنية فيما يخص مكافحة الإرهاب أو حتى فيما يخص الأمور الأخرى في المنطقة الشرقية. الآن نجد أن عمداء بلديات يتم تغييرهم يعني منطقة خارج نطاق يعني نطاق عمل مجلس رئاسي حكومة الوفاق. تمام. وهل هذا يضعف دور المجلس الرئاسي كشريك محلي في هذا التحالف؟ لا يضعف. أنا أقول لك ليش ما يضعفش، لأن الخلل ليس من المجلس الوفاق، ليس الخلل أو التقصير من المجلس، إنما الخلل والتقصير من المجلس النواب وقواته التي يعتبر القوة التي على الأرض التي يعتبرها قوة له أو خاضع عليه الخطر. يعني أعتقد المجتمع الدولي هنا يعني مسؤول عن هذا التقصير. ليش؟ لأنه هو راعى اتفاق سياسي، قال أنا هذا الاتفاق أنا رأيه، المجتمع الدولي رأيه والأمم المتحدة اللي رأته، وهدد بعقوبات تسلط على المعرقلين. حتى الآن لم نشهد أي عقوبات جدية على المعرقلين، رغم أن احنا العالم كله يعرف منهم. يعني تمشي لأي شخص مواطن ليبي تقول من هو اللي عالق الاتفاق السياسي في ليبيا يسميه لك بالأسماء، معروفين. المجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي لم يقم بأي تسليط أي عقوبات ذات قيمة على المعرقلين. هو هذا أحد يعني هذه أحد تقصير المجتمع الدولي. في نفس السياق سيد جمال، هل طبيعة الإشكاليات الحاصلة في ليبيا الآن وانقسام المؤسسة العسكرية وكذلك تأخر المجلس السياسي في تعيين المناصب العسكرية وكذلك حتى رئيس جهاز الاستخبارات العامة الذي عين مؤخرا، هل تعتقد أن هذه الإشكاليات وهذا التأخر والتباطؤ أضعف من دور المجلس السياسي في هذا التحالف؟ نعم، أنا يعني الحقيقة أنا أختلف مع الأستاذ عبد السلام في نقطة الإضعاف، وربما صار التباس في التعبير من حضرتك ولا منه. هو المسؤولية، هو هل يحمل المجلس الرئاسي هذا التأخر؟ المجلس الرئاسي لا يتحمل، بدل مد أيديه البيضاء للمنطقة الشرقية وذهب رئيسه وتحمل النقد لجلوسه مع رئيس الكرامة وذهب إلى الطرف الداعم إلى مصر اللي هي داعمة لي، وذهبوا أعضاء مجلس النواب المقاطعين جميعا وحاولوا أن يعجلوا وأن يلملموا الأمر. طيب. وبالتالي المجلس الرئاسي لا يتحمل المسؤولية، ولكنه لكن هذا هذه الفرقة وهذه العراقيل اللي يقوم بها مجموعة تيار الكرامة ومن يدعمه ومن يغطي لها من ناحية سياسية من مجلس الأقلية اللي موجودة في مجلس النواب تضعف الأمر. لو كان صار نوع من الوفاق وكذا، وبالتالي كان العالم دعمنا أكثر وكانت الأمور هديت أكثر وكان الصدام أقل وكنا استثمرنا معركة
البنيان المرصوص أكثر وأكثر. أضيف نقطة، أنا أحب أن أحيي الضيفين الزميلين الكريمين أستاذ عبد السلام الراجحي والأستاذ حافظ في مسألة في عجالة في قضية القصة، قصة فكر. القضية في بسرعة، زمان القدافي قاعد يعزف نظامه على معزوفة. طيب لا عفوا نعم سيد جمال، حتى نبقى في موضوع لأن الوقت ضيق لدينا كثيرا وسيكون معنا ضيوف آخرين. نعم القصة أنا سأضيف، لن أكرر كلمات الأخوين الكريمين، كل ولي أمر يهتم بأولاده مبكرا، أين يلعبون مع من يجلسون أين يدرسون، من غير المراكز البحثية هذه اللي قاله أستاذ عبد السلام قصة كبيرة جدا نحتاج لها، لكن مازال، لكن كل واحد مسؤول عن أولاده في مسألة الفكر، وإلا سيتحولون إلى نعم. في البداية أعود إلى للسيد حافظ الغويل. سيد حافظ الآن ما الذي أو ما أقصى ما يمكن أن يستفيد منه المجلس الرئاسي من هذه الدعوة التي وجهت له في هذا التحالف ومن فيما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة وكذلك في تجفيف منابع الإرهاب وخطوط إمدادية التي الآن تتكون في الجنوب؟ المجلس الرئاسي حتى مع الضعف الواضح في أدائه ولكنه يتمتع اليوم بالاعتراف الدولي، وهذا يرجع لسؤالك سابقا أن هم لماذا يتعاملوا معه ولن يتعاملوا مع أي حد ثاني، لأن دوليا هذا المجلس بغض النظر على كل المشاكل المحيطة به هو حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الدول في العالم، فلابد للمجتمع الدولي أو الولايات المتحدة أيضا أن تتعامل مع ملف ليبيا عن طريق هذه الحكومة مهما كانت هذه الحكومة. هناك طبعا الإشكالية الموجودة في الشرق الليبي والبرلمان وما يسمى بالجيش الوطني وإلى آخر هذا الكلام، ولذلك تلقى التركيز من الجيش الموجود في الشرق أو حفتر والنواب وكذا أنهم يعرفوا أن العالم وأن الولايات المتحدة بالذات يهمها موضوع داعش والإرهاب بالدرجة الأولى، ولذلك هم يحاولوا أن يزايدوا على المجلس الانتقالي بالحديث المبالغ فيه أن هم الوحيدين الذين يحاربوا في الإرهاب، ولكن هذا لن يأتي بنتيجة لهم، يعني هم يستطيعوا أن يستفيدوا لو انضموا إلى هذه الحكومة واعترفوا بها واعترفوا وقبل حفتر أن يبقى قائد عسكري تحت إطار مدني قد يكون البرلمان، هذا ما سيفتح أمامهم فرص التسليح والتأييد الدولي، غير ذلك فالتأييد كله سينصب في المجلس الانتقالي والحرس أو التكوينات الجديدة التي يحاول أن يخلقها من البنيان المرصوص أو آخرين ويجعل منها جيش وكل التسليح والتمويل إلى آخره سيذهب إلى المجلس الانتقالي. طيب سيد حافظ، إذا كما ذكرت أنت اعتبار المجلس الرئاسي هو الشريك الدولي فيما يتعلق أو الشريك المحلي لهذا التحالف، ماذا سينعكس هذا على المشهد السياسي في ظل التعنت الحاصل في رفض الاتفاق السياسي من مجلس النواب والمؤسسة العسكرية التابعة له التي ترفض حتى الآن الانطواء تحت مظلة وشرعية المجلس الرئاسي؟ لو عرف المجلس الرئاسي أو كان عندهم قدرة فكرية وسياسية يستطيع أن يستغلوا هذا الموقف إلى أقصى حدود، ويستطيع أن يضعوا المجتمع الدولي وبعض الدول في زاوية ويعني يخجلوهم إلى في موقفهم في موضوع محاربة الإرهاب. للأسف المجلس الرئاسي إلى حد الآن لم يثبت أنه قادر سياسيا أو في علاقاته الدولية أو في تفكيره الاستراتيجي في أن يستغل كثير من الظروف التي كانت تحت يديه، يعني هذا مجلس له الآن أكثر من سنة
وهو معترف به دوليا، وهو الذي يمتلك كل الأموال الليبية، وهو الآن مشرف على المؤسسة الوطنية للنفط ويأخذ في مدخول النفط، وهو المعترف به في كل مكان في العالم، ولكنه ما زال يتعامل داخل الإطار السياسي الليبي وكأنه إحدى الميليشيات في مواجهة ميليشيات أخرى. يعني خلنا نعطيك مثلا لو المجلس الرئاسي اليوم يطالب دوليا بوضع أشخاص معينين في قائمة العقوبات الدولية، أنا أؤكد لك أن الدول العالم وبما فيها مجلس الأمن سيأخذ هذا الكلام على محمل الجد وسيتعامل معه محمل الجد، ولكنهم لا يفعلوا، هم ما زالوا يتعاملوا بالملف كأنهم حكومة من الثلاث الحكومات الأخرى، كأنهم يعني زي حكومة الغويل أو حكومة التني. وعندما أنت لا تطالب العالم أن يتحمل مسؤولياته لن يتحملوها. يعني طيب، هذا يتضح من طبيعة الجلسات الأخيرة التي عقدت في القاهرة ومحاولة إيجاد وساطة بين خليفة حفتر وفايز السراج للجلوس معا. سيد عبد السلام الراجحي، في نفس السياق، هل المجلس الرئاسي مقصر في أداء مهامه وهو السبب الرئيسي لاستمرار تعنت بقية الأطراف الأخرى؟ هو جزء من المشكل الحقيقة ما يحصل هذا. لو حتى الشيء الثاني، المنوئين للمجلس الرئاسي، وأنا هنا أتمنى من السيد حافظ، يعني أنا نسمع كثير من الوفود من ليبيا تذهب وتلتقي بأعضاء في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين أمريكان، واليوم نفس الشيء المدة الماضية، يعني شخصيات أنا بحثت عليها في الإنترنت لم أجد أسماء ليهم، مثلا لوردات أو مجلس العموم البريطاني، يعني أعضاء لا ينتموا حتى لأحزاب، وجدناهم أنهم يأتون ويلتقون ب، يعني هل يعتبر هذا في إطار شركات العلاقات العامة، أم حقيقي أن من الوفد المشايخ المنطقة الشرقية اللي شفناهم باللباس الجرد وكذا والشنة الحمراء وكذا في واشنطن، هل ليهم تأثير هؤلاء؟ يعني هذه أحد الأسباب اللي تواجه المشكلة المجلس الرئاسي. طيب، أن الشخصيات زي يمكن سيد حافظ يجيبنا على هذا، هل هناك تأثير للزيارات الأخيرة التي حصلت في القرار الأمريكي؟ لا إطلاقا، يعني هذه كلها محاولات تافهة من بعض الأشخاص المحسوبة على بعض الأطراف، وهي تحاول أن تكبر وتبالغ في هذه الأشياء، ولا يصدق هذا الكلام إلا الليبيين. يعني مثلا عارف النايد عندما جاء هنا وتكلم أمام الهيريتج فاونديشن، يعني الهيريتج فاونديشن هذه انا مستعد ادعوكم انتم، اي واحد فيكم يريد ان ياتي ان يتحدث في الهيريتج فاونديشن انا ممكن ان ننضم لهذا اللقاء. وكانوا كان عدد الموجودين ليس اكثر من 10 انفار، وكانوا كلهم من خارج الهيريتج فاونديشن. ثم كان هناك كونغرسمن واحد من أعداء الإسلام والأقليات العربية والمسلمة في واشنطن، ورأى أن مثلا واحد زي عارف إنسان ممكن أن يستغله ليظهر هو كأنه إنسان غير عنصري وتقابل معه، ولكن هذا الكونغرسمن لا تأثير له. يعني أنت الكونغرس فيها 450 نفر، كل منطقة في أمريكا عندها كونغرسمن، مقابلة الكونغرسمن هذا من أسهل الأشياء اللي ممكن أن تفعلها في واشنطن. يعني أنا أقابل كونغرسمن أسبوعيا، تقابلهم في كل مكان، ولكن يعني عشان مقارنة، يعني أنت كأنك مثلا وفد من زيمبابوي جاي لتبرق وعزم واحد من نواب البرلمان الليبي على الغداء. يعني هل هذا يعني أنه غير من سياسة ليبيا؟ طبعا لا. طيب، سيد حافظ الغويل، كذلك عبد السلام الراجحي وجماعة عبد المطلب، ستبقون معي. نذهب إلى فاصل قصير إذن أعزائي المشاهدين، ثم نعود. عدنا إليكم مجددا، والحديث لا زال متواصل على اجتماع الذي عقد في واشنطن للتحالف الدولي
ضرب تنظيم الدولة. لازال معي هنا في الاستوديو عبد السلام الراجحي رئيس مركز اسطرلاب وكذلك جمال عبد المطلب المحلل السياسي، وايضا معي من واشنطن عبر سكايب حافظ الغويل المحلل السياسي. ولكن سيد جمال عبد المطلب ابدا معك الحديث الان. المجلس الرئاسي كما يتضح من حديث سيد حافظ وكذلك من ضيفي هنا في الاستوديو عبد السلام الراجحي ان هناك تقصير فيما يتعلق بتحديد الاولويات وتحديد قوائم المعرقلين من اجل ان يكون له اكثر فاعليه في هذا التحالف ويكون له اكثر دور في محاربه تنظيم الدوله. ما رايك في هذا الكلام استاذ عماد؟ ان الحقيقه دائما في حلقاتنا ولقاءاتنا نبي نتجاوز قصة أنا ذاك داعم للوفاق وللسلام في وطني واوا، نبي نتجاوز المجلس الرئاسي لأني من نمثل تيار منزعج مع الوفاق ومنزعج من المجلس الرئاسي أعضائه. أظهروا ضعفا، لم يستغلوا الظرف التاريخي، لم يستغلوا الدعم الدولي، لم يستغلوا مرة ثانية. الحقيقة مثل ما قال الأستاذ حافظ في نقطة، يعني في إمكان كان في إمكانهم أن يعملوا أحسن، مش لأن توحنا المتفرج فارس ونحن من بعيد. نحن عندهم مشكلة كبيرة جدا في مسألة المستشارين في أشياء كثيرة، عاملين نفسهم متقوقعين وكأنهم أشار الأستاذ حافظ إلى نقطة عجبتني كثيرا، وكأنهم حكومة من الحكومات الضعيفة التي ليس معترف بها، هم في العاصمة ومعترف بهم دوليا ويتحركون وعندهم، ولكنهم يشتغلون مثل الأطراف الأخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية في شخصيات، دون ذكر شخصيات، في شخصيات للأسف في ظاهرها تحمل ألقاب وكذا، ألقاب ومملكة في غير موضعها، كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعتقد الليبيين أنهم يضحكوا ويسحبوا رواحهم يقدروا يضحكوا على الأمريكان، يقول لك الشخصية الأمريكية تصدق وخلينا نتهم الفريق الفلاني والفريق العلاني. لا، الأمريكان المسؤولين يشتغلوا بعقلية المعلومة، مراكز أكبر مراكز بحثية ينفق عليها ملايين، ما يجي يسمع منك وبعدين ياخذ المعلومة من مصدرها. يجي شخص يمشوا قبعات حمر ولا صفر ولا كذا ولا إلى آخره ويقولوا لهم ليبيا قبلية، ولا يمشي عارف النايض يقول لهم الإخوان المسلمين مجرمين ولا كذا، يضحكوا عليه لأن رجل هو يمثل الفكر، يدعي يزعم بأنه صوفي وأنه داير دكتوراه في الفاتيكان وكذا، ويريد أن ينفي الآخر ويطرد الآخر. وبالتالي أقول يعني رسالة لي، يعني أقول لك أن المجلس الرئاسي مرة أخرى، يعني للأسف مرة أخرى، ليس من باب الاستمرار والإحباط وكذا، ولكن من باب النقد البناء، لأنهم أنا في تصوري أنهم حتى ما يتابعوش فينا. المجلس الرئاسي في تصوري ومعلومات من ناس يعرفوهم ما يتابعوش في الإعلام الليبي، يستهينوا به ولا يتابعوا حتى في إعلام أجنبي، دايرين شناطي ويتحركوا باستمرار. طيب. ويستغلوا، والقصة مركزين على نقطة واحدة، أختم نقطة واحدة، الدعم الدولي، المنابر الدولية. المنابر الدولية ليست كافية، لابد أن تلتفت لأبناء الوطن وتتعامل معهم وتنتقد نفسك وتطور نفسك. نعم سيد. طيب أعود مجدد للسيد حافظ غويلة، وزير خارجية في حكومة الوفاق الوطني طاهر سيالة في كلمته في المشاركة بهذا الاجتماع تحدث عن تشكيل جهاز جديد للمخابرات أو مكافحة التنظيمات الإرهابية. فهل نتوقع أن هذا التحالف سيقدم دعم لهذا الجهاز الجديد وبالخص الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو أكد هذا الكلام اليوم صباحا، أنا شفت اليوم صباحا في المجلس الأطلسي في جلسة مغلقة مع خبراء في واشنطن وأيضا من الحكومة الأمريكية وأيضا من حتى من البيت الأبيض السابقين والآن، كانت مجموعة مصغرة وتكلم على هذا الموضوع بالذات، أن ليبيا تفتقد وجود جهاز مخابرات مهني يستطيع أن يجمع المعلومات بمصداقية ويستطيع أن يفرزها ويستطيع أن يتعامل مع أجهزة المخابرات الأخرى التي تريد أن تساعد في ليبيا. ونعتقد أن هي نقطة أساسية، ويجب علينا فعل، ويجب على حكومة الوفاق أن تؤكد، مش عارف لو أنتم ما زال تسمعوا فيا ولا لا، وأن خليني أستمر على كل حال، وأن على حكومة الوفاق
أن تطالب بتأييد دولي في التدريب والتمويل والتجهيز لهذا الجهاز. ولكن السؤال سيد حافظ، هل في ظل ما تشهده ليبيا الآن من هذه الانقسامات وغياب المؤسسة بشكلها الواضح، سيقدم المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالأخص هذا الدعم لحكومة الرفاق؟ لو عرفوا كيف يتعاملوا مع واشنطن طبعا، يعني هي هذه المعضلة من 6 سنوات، أن واشنطن مستعدة أن تساعد، ولكن على الحكومة الليبية زي ما أي حكومة أخرى هي التي تقرر ما هي أولوياتها، كيف يمكن المساعدة، ما كيف يمكن ضمان أن هذه المساعدة تصل إلى النتيجة الصحيحة. يعني كما تفضل الضيف قبلي مثلا زي عارف النايض أو حتى هذا وفد من القبائل، واللي على فكرة دفع تكلفة سفره إلى واشنطن أيضا عارف النايض، كانوا يهاجموا في حكومة الوفاق هنا في واشنطن ويتهموا في السراج وكل أعضاء المجلس بأنهم مؤدلجين وأنهم يتبعوا الإخوان المسلمين ويتبعوا القاعدة ويتبعوا المقاتلة إلى آخر هذا الكلام. فيعني واشنطن، فعلى حكومة على المجلس الرئاسي أن يواجه هذا الكلام، هو الحكومة الرسمية يدافع عن نفسه وهو المسؤول على السفارة في واشنطن، فهو يستطيع بكل سهولة أن يسحب البساط من تحت أرجل هذه الناس التي تأتي هنا لتشويش الصورة. فيعني أنا سأنصح المجلس الرئاسي عليهم أن يجلسوا ويضعوا استراتيجية ويضعوا أولوياتهم ويضعوا المقاييس للنجاح، ويعرفوا من ما يطلبوا من المجتمع الدولي واشنطن أو غيرها. طيب سيد عبد السلام الراجحي، إذن من هذه النقطة تحديدا، هذا الجهاز الجديد المشكل لمكافحة الإرهاب هل سيحظى بالدعم الدولي في إطار ما تحدثنا عليه سابقا من غياب توحد موحد للمؤسسات أو رؤية واضحة للمؤسسات الدولة؟ أستاذ إماد، أستاذ المشاهدين، أنا متابع الموضوع، يعني تقديم الدعم للدول الصديقة اللي ساعدت في الثورة من 6 سنوات كما قال السيد حافظ، وأنا أؤكد على كلامه. أنا التقيت مرة بالسفير الفرنسي فقال لي، قلت لي إحنا نستور فرنسا لم تساعد ليبيا في بناء مؤسسة عسكرية ولا أمنية وأنتم ساعدتونا في الثورة، تعرف شو قال لي؟ قال لي لحد الآن ولا حكومة من حكوماتكم تربط بشكل رسمي أي مساعدة. الحكومات المتعاقبة من حكومة محمود جبريل للكيب لزيدان للتني للسراج، ممكن الآن فقط منذ أسابيع تقريبا أو أسبوعين قدم طلب للحلف الأطلنطي الناتو إنه يساعد أو يساهم في بناء مؤسسة عسكرية وأمنية يعني تكون تحت حكومة أو تحت حكم المدني. الحكومات السابقة كلها لم تطلب، العالم كله يقول شنتبوا احنا ساعدناكم ليبيا مهمة لنا، نبوا نساعدوكم في منها مؤسسة عسكرية، الكل ما يبيش الحقيقة، الكل رافض، الحكومات السابقة كلها رافضة. تو حتى المجلس الرئاسي الآن الأتراك الإنجليز الطليان الألمان النمساويين، لأمس وزير الداخلية الألمان النمساوي يقول احنا مستعدين للتدريب للحرس الرئاسي وحرس الحدود، ما فيش ما يبوش، مش عارف ليش، شو الأسباب. أما تحكي لي عن السيادة الوطنية، سمحني السيادة الوطنية، أن إحنا الآن في حالة ضعف، مش عيب إنك أنت دول صديقة عندك معاها مصالح مشتركة، يعني مصالح مشتركة إنك أنت تدرب لك وإن تجهز لك وإن حتى تنزع المجموعة الأرض وكوماندوز وكذا يدربوا لك مجموعتك، هذا مش عيب، هذا عادي العالم كله يستخدم فيه. يعني أنت سمحني إيطاليا الآن يعني ولا اليابان هذه كلها ولا ألمانيا دول عظيمة وكبرى الآن عندها قواعد أمريكية تساعد فيها في بناء مؤسساتها. يجي احنا جماعتنا صراحة فاهمين مصطلح السيادة الوطنية والحرص على البلاد فاهم معكوس حقيقة. انا استغرب اللي الان سميتهم كلهم كانوا عايشين برا، الوزراء يعني ممكن السراج فقط اللي عايش في ليبيا، زيدان ولا الكيب ولا هذول كلهم عايشين برا، مش عارف. يعني انا استغرب واحد امس عضو مجلس مؤتمر وطني سابق مقيم في كندا وعنده جنسية كندية
ولفخنا روسنا بقصة الوصاية والسيادة وكذا. انت عندك جنسية تانية، انت دخلت حتى على جنسية بلادك وجاي تكلم فيه احنا نبغى نساعدنا في بناء مؤسسة عسكرية. شو الفرق بين انك تجيب طبيب يعالج لك سوينك وصغارك واطفالك، ولا تجيب عسكري يدرب لك اولادك؟ وين المشكلة؟ والعيب والمشكلة؟ بالعكس هذا مفروض نفرح به ان يكون جيشنا ومؤسساتنا العسكرية والأمنية محترفة زي اللي في أوروبا، مش أقل منهم. محترفة. طيب سيد جمال، هل المجلس الرئاسي قادر على الاستفادة من ما يجري من زخم حول ليبيا ومكافحة الإرهاب من أجل بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية قوية؟ في عجالة، المجلس الظروف كلها مواتية مثل ما قال الأستاذ عبد السلام، مواتية، دعم العالم مستعد يعاون ليس حبا في ليبيا. ليبيا بلد مهم جدا، لأن في قناعة الجزائريين التوانسة كذا، تعرف نقطة قالها الأستاذ عبد السلام، أنا متتبع، التوانسة والجزائريين يتكلموا عن أمن ليبيا ويطلبوا من الولايات المتحدة أن تهتم بالأمن الليبي وبالتدريب وبحل المشكلة أكثر من السراج وجماعته. للأمانة ليس خلاص، أنا وصل عندي طفح الكيل وفقدت الثقة في المجلس الرئاسي في رجل دولة واحد مثقف أعرفه ليس من باب الصداقة، اللي هو السيد موسى الكوني، عنده خيال وعنده فكر وعنده معرفة، وطارت له منهم قوله لك بالليبي، والباقي المجموعة مع احترامي إليهم جميعا ليسوا رجال المرحلة، لا يستطيعون. تقول لي شين بنديره؟ ما نش عارف. طيب سيد حافظ، في سؤال أخير، الآن بعد قدوم الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، هل تكونت الرؤية الواضحة حول كيفية التعامل مع الملف الليبي، أم سيتم التعامل بها عن طريق قد يكون وسيط إقليمي أو وسيط كما يتحدث البعض عن إيطاليا؟ ليس هناك رؤية واضحة لحد الآن، ليس هناك أي أطراف داخل الإدارة الأمريكية مسؤولة على الملف الليبي كما كان في إدارة أوباما. يعني كان عندك إنسان مسؤول على الملف الليبي في البيت الأبيض، في الخارجية، في الجيش، هذوما كلهم الآن غير موجودين. وأنا اليوم شخصيا نصحت وعرفت 2 أو 3 من هذوما السابقين للسيد محمد طاهر سيالة، ونصحته أن يجلس معهم ليسمع كيف تطور التفكير الأمريكي في موضوع ليبيا لمدة 7 سنوات. إن شاء الله يكون عنده وقت يفعل ذلك، لأن هذوما الناس هم اللي وضعوا السياسة الأمريكية في 7 سنوات الماضية بما فيهم جوناثان واينر. ولكن خليني أرجع لنقطك الأساسية، أنا أعتقد أنه دائما 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 يجب على الليبيين أن يعرفوا أن الأمور تبدأ في ليبيا لا تبدأ في واشنطن. واشنطن لن تتعامل حقيقة ولن تأخذ أي حد جديا ليس له شعبية داخل ليبيا. وإذا كان المجلس الرئاسي يريد العالم أن يأخذ محمل الجد، عليه أن يظهر على الأرض أنه فعلا يقدم طيب الخدمات. شكرا لك الأساسية. سيد حافظ الغويل، اتضحت الصورة، عذر المقاطعة لضيق الوقت، المحلل السياسي كنت معي عبر سكايب من واشنطن. كذلك الشكر لعبد السلام الراجحي رئيس مركز الصرلاب للدراسات، أيضا جمال عبد المطلب محلل السياسي. كذلك الشكر لكم أنتم أعزائي المشاهدين، حتى لقاء آخر، استودعكم الله.